صباح الخير احبابي، والنهارده باذن الله هنعمل فكره جديده لصندوق او علبه كرتون بالشكل ده. انا اي علبه كرتون باسسها باخدها اسسها الاول بالابيض وابدا افكر هعمل ايه عليها. النهارده جات لي فكره ان انا هعمل الشكل الجميل ده ومش هسيبه كده لوحده. في تقنيه جديدة عملتها ان انا اخد بوستر قديم انا مش عايزاه وحرقته بنفس الشكل ده بالولاعة واديته اللون البني او اللون الاقر ده عشان يبان ان هو قديم. خلاص، يبقى اول حاجة انا باخد البوستر على قد غطا العلبة بأحرقه بالولاعة لغاية لما يديني اشكال عشوائية زي اللي انتوا شايفينها كده بالمنظر ده. ده مكان الحرق، اداني اشكال عشوائية كده. الاشكال العشوائية دي هركبهم كده حواليها، هتكون طالعة منها الصورة بتاعة روميو وجولييت دي. ماشي، بس انا هنا في خطوة. طبعا انا لو انا حطيتها كده، لو انا حطيتها بالشكل ده شكلها مش عاجبني، الصفار درجة الصفار فاعة قوي، فانا طبعا هعتقها اكتر. هعتقها يعني ايه؟ يعني اديها شكل قديم. اوكي، هاخد لون اسود، ده اللون الاقر اللي انا او الاصفر الغامق اللي انا اشتغلت بيه. هاخد بني واخد اسود وابدأ اخلط درجة تديني برضو لون الحرق، لون الحرق اللي انا ايه بستخدمه. حاجة بس بسيطة جدا من الاسود معاه عشان ادي كاسبونشات. برضو هجيب منديل ابدأ المنديل يمتصلي جزء من اللون كده، وابدأ اخد الاسبونشات بتاعتي بما فيها ان انا بكتم اللون الاصفر وبديله برضو درجة ايه، درجة غامقة تبان لي ان هو فعلا ايه شكل الحرق ده. هنا زادت شوية معايا، مفيش مشكلة بيتمسح. اوكي، يعني مش مفيش حاجة بتبوظ. اقرب كده عشان تشوفوا. يبقى انا بعمل درجة البني عشان اكتم اللون الاصفر اللي انا عملته ما يبقاش فاقع قوي، و ادي شكل ايه الحرق. هغمق الحروف هنا اكتر عشان يبان لي شكل اللي هو ايه الحرق ده. دي حاجه كده كانها ايه، يعني طالعه بقى من الذكريات، حاجات قديمه، فانا بقى عايزه اديها برضو نفس الشكل القديم ده. اللي احنا بعمله ده اسمه تعتيق. تعتيق يعني ان انا اديها شكل قديم. اوكي، افضل امشي معاها لغاية لما اكون راضي عنها. هأجلها شوية، هركنها، هاخد تاني من الفتفوتة من الاسود كده مع البني وابدأ ادي سبونشات. بخبط بالفرشة، بخبط كده، هغمق الحروف دي اكتر اللي هي طالعه اللي هي المحروقه، هغمقها اكتر. اوكي، بخلط لها بس لون اغمق وهديها الدرجه الغامقه عشان تبين لي الطرف اللي هو ايه مكان الحرق. دي تقنيه جديده بدل الورق المبروم، لان احنا عملنا قبل كده الورق المبروم، لكن دي اللي هي بالايه بالحرق، كأن الورقة محروقة وطالع منها الشكل او اللوحة. اوكي، نفس الشكل ده. ولما الزق لو شفت حاجة تانية لما الزق عليها كأن الصورة طالعالي من الشكل ده.
كده بالظبط. اوكي، ولما الزق لو لقيت حاجة تانية عايزة تتعدل هعدلها. اوكي، هلزق دلوقتي زي ما احنا متعودين البوستر اللي انا طبعته ده على A4، هحطها في المنتصف بالظبط، حتى لو زادت حاجة ممكن ننزلها على الجناب. هبدأ احط دي بعد ما الزق، وهلزق دي واخد الشكل التاني وحطها بحيث انها تبقى بالشكل ده. لو لقيت انها عايزة يتغمق لها حاجة تتبتن من هنا اكتر غامق، عشان احنا هنا مكان الحرق فلازم يبقى اغمق، هغمق شوية، هدي هنا درجة مناسبة. بفكر ان انا اعملها اللي هو الازرق اللون ده عشان اكثر الصفار اللي اتعمل. ممكن ادي اللي هي درجة اللبن اللي هي مدي على موف، او الازرق المدي على موف ده، او نبيتي لسه ما قررتش، هكرر كده والزق ده واجيلكم. جينا كده لاخر مرحلة في تكوين الصندوق القديم ده. انا طبعا لزقت الطبقة دي ولزقت البوستر اللي جوه. اوكي، لزقتهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. جاية مرحلة يعني قدامكم كده باينة انها زي كأنها معدن، هي الصورة خارجة من معدن. طيب انا عايزة ذهب السطح، بس ما مش عايزة الذهبي بتاعه يكون فاقع قوي، فهاخد باخد نقطة زي دي كده من الذهبي المائي وببدأ احطها على الغطا، واحطها كمان على المنديل بالشكل ده، لان انا عايزة ضي خفيف جدا، لسه تقيلة، عايزة ضي خفيف جدا بالطريقة دي يلمع لي السطح، واعملها كده دوريات. المهم ان انا عايزة المع السطح، مش عايزة يبان شكل الذهبي جامد جدا. فلو برضو لقيت حاجة مش عجباني او الذهبي كتر ببدأ امسح، لان انا طبعا بتضايق جدا لما اقول لحد ذهب ياخد سك من العلبة ويدهن، فطبعا ما ينفعش، لان الذهبي ده يدوب طبقة زي ما قلت كده، نمسح الفرشة ونلمع بيها العمل اللي احنا عملناه. خلاص، طيب هنيجي هنا في الجناب، هبدأ اديها الشكل ده. ده جناب الايه، الغطا نفسها، جناب الغطا نفسه. ماشي، هبدأ ان انا اديها اللون بالطريقة كده. خلاص، الجناب طبعا هي دي هتتفنش من جوه، الابيض ده كله هيتدرى لانها هتتفنش من داخل، زي احنا ما قلنا كده، احنا يهمنا داخل الصندوق والخارج. لما تكتر حاجة مني ابدأ امسحها بالشكل ده. المهم ان انا ادي طبقة ايه، مصدفة شوية او اللي هي مذهبة شوية. خلاص، طيب في خطوة تانية هعملها، اعمل بس الجنب التاني. اوكي، في خطوة هعملها، عايزة اعمل وحدة استنسل الحتة دي، وحدة استنسل. هاخد الستانسل، اخترت منه الوحدة دي، هخليها يا اما في الجنب يا اما في النص. اوكي، هثبتها كويس قوي وهبدأ بالذهبي امسح. المهم ان انا اخد نفس ايه الشكل عشان العلبة فاضية من جوه. سوري، بظبطها عشان العلبة فاضية من جوه، فساعة الضغط عليها ما بتضغطش. ادي الشكل اللي احنا خدناه، الوحدة الجمالية اللي احنا ايه اخدناها. خلاص، طبعا زي ما اتفقنا هنشطب من جوه وايه، وهي هوريها لكم حالا.
ده الفكرة اللي احنا عملناها من علبة كرتون كانت المفروض هتترمي. جددتها بشكل عتيق جدا، عملتها كأنها محروقة أو معدن متشال، معدن متشال وطالع منه الصورة دي. خلاص حبيت ان انا اعتق الجناب بالذهبي واعمل وحدة بالشكل ده، وده شكل الصندوق هعرضه عليكم بإذن الله في الصور، وهو متشطب متفنش من الداخل ومن الخارج. اوكي ميرسي جدا، واستنوني فيديو تاني قريب برضو عن علبة كرتون كان مصيرها انها تترمي، ونشوف هنعمل فيها ايه، نجددها ونقدمها بشكل جميل. ميرسي قوي وباي باي. وهنا ده الشكل النهائي للصندوق كله، اتمنى يكون باين الشكل ده، وقلنا هنشوفه من الداخل هنفنشه. ده كده الصندوق من جوه نفس الشكل ده، وغطى الصندوق ده الغطا، يعني متفنش من جوه ومن بره بشكل حلو. تقدر تحطي فيه هدية وتديها او توديها في اي مناسبة لاي حد يكون عز عليكي، عايزة تعملي له حاجة من صنع ايدك، ففكرت ان انا امشي هنا على الحرف بكردون، بس لقيته شكله مش هيبقى حلو، فقررت ان انا اعملها كده. عايزة اوريكم شكله في النور، بيدي شكل حلو جدا. وده الشكل النهائي، اتمنى يعجبكم، وعايزه اعرف رايكم بقى. اوكي okay.